بكثير من النهضة وما يقدمه إلى الآن في دوري عبد اللطيف جميل. روح رياضية عالية جدا من جيبسون أوليفيرا يستحق التحية حقيقة مع تيسير التيف، رغم أن فريقه الآن متعادل، وبالتالي تيسير التيف كان بإمكانه أن يرمي الكرة لكن تجاوز الوقت المسموح له لإمساك الكرة في داخل منطقة الجزاء، وبالتالي شوف صاحب العبد الله يقول أنا كنت أتكلم إلا ألعب الكرة يا تيسير، العبها لبرا يا تيسير، ولكن خطأ لمصعد الاتحاد. وشوف شوف شوف الروح الرياضية العالية جدا من جيبسون أوليفيرا يشد في حذاء زميله أعزكم الله اللي هو تيسير التيف. شوف التحية لكن الوقت والله عادي تيسير، الرياضية العالية إذا أنا شفت ألعبها، لكن هل راح يلعبها محمد مسبعان؟ الله عليك الله عليك الله عليك، هذا اللي تعودناه في ملاعبنا وهذا اللي تعودناه أيضا من الاتحاد، وروح رياضية عالية جدا يتلقى التحية من الكل موجود في مدرجات الملعب، وأيضا عزيزي المشاهد يجب أن تحيي الفريق الاتحادي على هذه الروح الرياضية لأن عنده فرصة ممكن يسجل منها في منطقة الجزاء، لكن الروح الرياضية العالية اللي كانت حاضرة من جيبسون